هناك على المركز الثالث اعتبار سعيد بن مسلم بن قزول العامري اللي وصلت على المركز الثالث وظهرت الأسماء مزنه 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 قادمه من دولة قطر. محمد بن علي بن حمد المري على المركز الرابع. هذه الأسماء، هذه التحديات، هذه النهاية. المجسم هنا يقترب، فمن يكون له النصيب في أول مجسمات هذا المهرجان، مهرجان قصر الحصن. هنا تنطلق الضيوف، تقدموا انطلقوا مع مزن. يا سلام، هلت أمطار التحديات هنا في هذا، في هذا الشوط، في هذه الانطلاقة. وأول مجسم قصر الحصن هنا يذهب مع هذه الانطلاقة إلى دولة قطر. تهانينا والناموس محمد بن علي بن حمد المري على فوز مزن. سلام على المري، سلام، ما شاء الله وتبارك الله. أول المجسمات إذن إلى دولة قطر. المركز الثاني الطائف محمد بن حسن بسيم العمري، والمركز بس خوف، خوف للسيد مظفر بن محمد بالعضيلي العامري. يا سلام التغيير، التغيير من صالح شاهين، يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط للسيد مبارك بن محمد بن نصرع. العامري ينتزع، ينتزع الفوز حتى هذه اللحظات. يا سلام، يا سلام، يا سلام يا شاهين على هذا الاندفاع الذي يندفع هنا في أرضية ميدان المرموم، في أرضية ميدان الوثبة. يا سلام، في مهرجان قصر الحصن ينتزع المقسم، مقسم قصر الحصن يذهب إلى مدينة العين مع شاهين، مع رجل المفاجآت السيد مبارك بن محمد بن نصرة. العامري ينتزع، ينتزع المقسم. تهانينا من الأعماق للسيد مبارك بن محمد بن نصرة. العامري المركز الثاني، شاهين للسيد مطار بن مبارك بن سعيد المنصوري. شقرة غانم بن منصور السيف، الخيارين اللي تحت المركز الثالث، بينما المركز الرابع مشغله على المركز الرابع محمد وسطان بن مرخان في هذا الانطلاق. وفي المركز الخامس أعود مع تواقة غدير بن حميد الراشدي اللي تنتقل على المركز الخامس. هذه اللحظات الأخيرة، الأربعمائة متر النهاية في تحدي هذا الشوط. المجسم ومجسم قصر الحصن هنا، ما شاء الله وتبارك الله. حلت أول الألغاز، نالت أول المجسمات، انطلقت في هذه اللحظات الجميلة. الله، رمع صالح بن حمد بجريدة المري. الله 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 الله، تحية لأهالي الشحانية مباشرة مع هذا الأداء الجميل. سلامي عليك مع هذا الانطلاق، صالح بن حمد بشريدة المري بفوز رمعة في المركز الأول. المركز الثاني شقرا للسيد غانم منصور الخيارين. في المركز الرابع مطر بن محمد بن غدير اكتبي، ولكن ظبيان في المقدمة محمد بن خليفة العميمي، كفو في المركز الثاني، راهي في المركز الثالث. ولكن يا سلام، المجسم، مجسم قصر الحصن هناك مع ظبيان محمد بن خليفة بن محمد العميمي. اصمد يا العميمي، اصمد، الرمز في الانتظار. الله الله، المركز الثاني هملول، المركز الثالث منذر، ولكن ها هو، ها هو ظبيان ينتزع مشاهدينا الكرام مجسم قصر الحصن ليكون له إنجاز في رصيده، وهي السيارة الثالثة له في هذا الموسم. هذا إن دل فإنما يدل على قوته الكبيرة في عالم السباقات. مجسم قصر الحصن إذن مع محمد بن خليفة بن محمد العميمي من خلال أداء ظبيان. الانطلاق الأول، وهذا التحدي الأول. الله الله الله،
أقول النص كيلو الأخير، 500 متر الأخيرة، التحرك النهائي، كوادر رسمت الكادر الأول، رسمت الانطلاقة، بلش بلشت الجميع، انطلقت بلش، يا سلام يا سلام يا سلام، رياض بن ثامر، السعدون طار بالمجسم، طار بالمجسم، أهالي المملكة ينتظرون هذه الانطلاقة، يتابعون هذه اللحظات مع هذا الشعار الذي تعود بهناك بشعار الزعفران وماركت، الانتصارات لا تزال تحملها الانطلاقة الأولى، بلش بلش بلش، رياض بن ثامر السعدون مع اللحظة الأخيرة، العنود على المركز الثاني، خطورة مع رجل الأمتار الأخيرة في هذه الانطلاقة في هذا المساء، الله الله الله، بلش العنود، بلش العنود، بلش اللحظة الأخيرة، بلش رياض بن ثامر، السعدون هو الذي يتفوق ويحصل على المجسم، العنود محمد بن بن غدير المركز الثاني الذيب للسيد راشد بن ناصر بن مشيط المري، وثالثا شاهين غانم بن منصور السيف الخيارين والعرياني، وصل مع شاهين في المركز الرابع يغير للمركز الثالث، ولكن مخلص هو مخلص يقدم اخلاصه للمجسم، يقدم الولاء لحمد بن راشد بن غدير، وهكذا يقترب من الرمز، ولكن المحاولة مع شاهين سعيد بن سلطان بن محمد العرياني، ولكن هنا حمد بن راشد بن غدير الكتبي يقدم مخلص المخلص، أخلص مخلص، قدم الممتاز، الأداء الممتاز، كان ممتازا في عطائه وفي مستواه، وبالتالي تهانينا لحمد بن راشد بن غدير الكتبي على فوز مخلص بمجسم قصر الحصن، تهانينا والناموس المركز الثاني شاهين يا سيد سعيد بن سلطان بن محمد. يقترب مع المطوع من خلال تقديمه لمطراش في المركز الأول، المركز الثاني، ما زالت الآمال قائمة بالنسبة لراهية وبالنسبة لرمز وشديدة أيضا، ولكن 400 متر الأخيرة، 400 متر الأخيرة تفصلنا عن التاريخ، تفصلنا عن الرمز، تفصلنا عن الانتصار، تفصلنا عن الإنجاز الكبير، يا سلام مطراش، وراهية قادمة، راهية وشديدة أيضا تتحرك شديدة، ومطراش على المركز الأول بن فراج إذن مع مطراش، مطراش مع الرمز، سلام 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 بن فراج، سلام سلام على انطلاقة مطراش واحتلالها للمركز الأول، ولكن راهية ومطراش، مطراش وراهية، مطراش ورا، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، ولكن مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا العامري يغير وينتقل إلى مقدمة هذا الشوط، يا سلام يا مسناد، مسناد يغير لقرب للرمز لقرب للفوز، حتى هذه اللحظات المركز الثاني سلهود للسيد ناصر بن محمد بن نشيرة، العامري مسناد، مسناد وسلهود، سلهود سلهود يتسلل يتسلل، ينتزع ينتزع المقسم حتى هذه اللحظات، ها هو سلهود، سلهود يغير ينتزع المقسم، ها هو سلهود، سلهود للسيد ناصر بن محمد بن نشير العامري، عز الطلب قادم، عز الطلب في المركز الثاني، عز الطلب مع الشقي، الشقي الشقي ينتزع 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 مقسم قصن الحصن، يا سلام، تهانينا لك يا الشقي حمدان بن سعيد بن يابر على فوز عز الطلب بالمقسم، مقسم قصر الحصن، تهانينا من الأعماق، المركز الثاني ثاني مساح للسيد علي بن حمد بن راشد، صارت العنود إذن
إلى المركز الأول. عبد الله بن سعيد بن أسود المريحة للدوحة يحتفلون هنا معنا في هذا المكان في مهرجان قصر الحصن في ميدان الوثبة عاصمة الميادين، يحتفلوا بهذا المجسم الجميل، المجسم الذي يدفع هذا التحدي وهذه الإثارة القادمة بقوة من خلال هذا المسار. لا تزال الصدارة، العنود العنود العنود، 300 متر الأخيرة تحمل العنود في بدايتها. عبد الله بن سعيد بن أسود المري مع هذه اللحظات طار المجسم، وصل المجسم إلى دولة قطر. تهانينا تهانينا مع هذه اللحظات. يا سلام سلام العنود، سلام عبد الله بن سعيد بن أسود المري، شكرا يا عنابي، شكرا بهذا الأداء، سلامي عليكم يا أهالي الدوحة، سلام وتحية. والمركز الثاني بيان على المركز الثاني منصور محمد منصور الخياري، المركز الثالث شاطرة للدكتور سمي قصر الحصن تلحق وضبيان لي مثلنا يطرم بنات قطعات الهنة. الله عقب التعب فرحات والهم بنا، الله مثل حسين الفرض لمنقنا. يا سلام ضبيان مع مجسمي قصر الحصن، سلام كويتي، سلام 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 عليكم وتحية واحترام. اقترب يا ضبيان من مجسمي قصر الحصن، فأنت من تستاهل ذلك الرمز، لأنك الأسرع ولأنك الأبرع ولأنك الأمتع. قبل قبل مجسم قصر الحصن من هنا ومن هناك، فأنت كفو لهذا المجسم. تهانينا للسيد سعد بن مسعود بن علي بن حمده المري، وسلام سلام عليكم يا أشقائنا في دولة الكويت. يحقق الرمز الثاني له في هذا الموسم بعد رمز مهرجان فخر الأجيال.